السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وحلقة جديدة، بس يا ريت قبل ما نسمع خبرنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة علشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خبرنا النهارده بيتكلم عن خبرين حقيقة، احتفال درة بعيد ميلاد هاني سعد والتورته العملاقة، وكان وجود فنانين كتير منهم يسرا ومنهم يوسف الشريف وزوجته انجي، وكمان ناس كتير جدا كانوا حاضرين، ونيلي كريم وهشام عاشور، مجموعه وباقه كبيره جدا من الفنانين. وبعد كده هنعرض لحضراتكم نسرين طافش في اخر اطلاله ليها على البحر قبل ما خلاص الصيف هيخلص، وهي بتودع البحر ازاي. خبرنا يكون خلص خلاص، ونشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله. خليكم دايما فاكرين الشعار، ولا تدور ولا تحتار، ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله.